أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أصالة عني وعن والدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وأولادي وبالخصوص عن مولانا صاحب الزمان ومن قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدره راضية بقضائه مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواض نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القافدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك
وزل لمن استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متوافرا وموائد المستطعمين معدا ومناهل الظماء مترعا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسن إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك إلهنا مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات صل على محمد وآله الهدى.